ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ يعني عفوا، كم مليون مسلم فيه؟ بعتقد في مليونين، عفوا مليارين، في مليارين مسلم. قبل 10 سنوات 1,700,000,200,000، الآن في مليارين مسلم. ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. يعني في مشكلة كبيرة، أين الخلل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، دقيق، ليستخلفنهم في الأرض. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، واحد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني همس، هل نحن مستخلفون في الأرض؟ أنا أرى، عود نفسك أن الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. في 5 عواصم محتلة من غير المسلمين، هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، معنى قانون هذا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل هذا الدين ممكن أم يواجه حربا عالمية ثالثة كانت بعد حين تحت الطاولة واليوم فوق الطاولة؟ أحد أعضاء الكونغرس يقول: بما أننا مهيمنون على الشرق لن نسمح بقيام حكم إسلامي في الشرق الأوسط للآخر. هي حقيقة مرة هي، وأنا بتمنى يتعامل واحد من حين لآخر مع الحقيقة المرة، لأنها أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. واحد معه شيك مزور، إذا أبرزه سجن 5 سنوات، فإذا كان اعترف أنه مزور وما أبرزه ما بيكون أذكى وأعقل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي أول وعد، وليمكنن لهم دينهم. أي دين وعد بتمكينه؟ الذي ارتضى لهم. أي دين وعد بالتمكين؟ الذي ارتضاه الله. في دين احتفالات، في دين مناسبات، في دين في أشكال غير مصدقة. يعني بعض البلاد الإسلامية بعيد مولد في مخالفات لا يعلمها إلا الله، رقص وما رقص، صافي بدع. البدع كثرت. قال لي واحد: الدين يجدد؟ قلت له: الدين توقيفي. معنى توقيفي أنك إذا حذفت منه اتهمته بالزيادة، وإن أضفت عليه اتهمته بالنقص. الدين توقيفي، لكن إذا أصررت عليه، ما معنى التجديد في الدين؟ دقيق، أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد. وأشياء كثيرة بالتجديد، يعني أن تخاطب عقل الإنسان وقلبه وجسمه. الإنسان عقل يدرك، عقل يدرك، وقلب يحب، جسم يتحرك. غذاء العقل العلم، غذاء القلب الحب، غذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم الصحيح الرباني، وغذيت قلبك بحب يسمو بك إلى الله، وغذيت جسمك بطعام اشتريته بمال حلال، تفوقت. أما إذا اكتفيت بواحدة تطرفت. ولعلكم تقرؤون كلمة مفلح، كلمة ناجح. النجاح أحادي، إنسان قد ينجح بجمع المال، بلقيت معه 93 مليار دولار، شو قولكم؟ هذا ناجح بجمع المال.
وإنسان آخر نجح بتسنم منصبه في 45 سنة، منصب رفيع جدا، نجاح هذا. لكن البطولة هو الفلاح للنجاح. ما الفلاح؟ للتقريب، أن تنجح مع ربك معرفة وطاعة وتقربا واتصالا، وأن تنجح مع أهلك، بيتك إسلامي، الزوجة محجبة، البنات طالبات علم شرعي، الأولاد مستقيمين مستقيمون، وأن تنجح في بيتك، وأن تنجح في عملك، عملك مشروع، ما في عمل في خطأ، ما في معصية، وأن تنجح مع صحتك. إذا نجحت مع صحتك وفي بيتك وفي عملك ومع ربك، هذا اسمه فلاح. الفلاح نجاح متعدد متكامل. والله عز وجل قال بآيات كثيرة: وأولئك هم المفلحون. ابحث عن الفلاح. الفلاح متعدد. انجح مع الله معرفة واستقامة وتقربا ودعوة، وانجح مع أهلك، أنت ملتزم والزوجة صالحة والبنات محجبات والأولاد طلاب علم، ونجاح بعملك، عملك ما في غلط، ما في مادة محرمة، ونجاح بالنهاية مع صحبك. فهذا العالم سئل: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال هذا العالم: لأن قلوبكم ماتت لعشرة أشياء. أولاً، أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. يعني ما الذي يمنع؟ اجلس مع نفسك شي 10 دقائق، مسك قلم وورقة اكتب، وين في تقصير بحياتي؟ يا ترى صلواتي منتظمة؟ بالصلاة بحس بقرب من الله، بغض بصري عن محارم الله، دخلي حلال، في انفاق لا يرضي الله، في سهرة مختلطة. أعمل مراجعة على نفسك. هذول الأذكياء والموفقون بيراجعوا أنفسهم. ماتت قلوبكم بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. في عندنا شعائر يا أخوان بالعالم الإسلامي، في شعائر، شعائر موجودة: مساجد، مآذن، معاهد، قرآن بالإذاعة، كل شيء موجود. بس لماذا وعود الله غير محققة؟ هذا مو سؤال كبير؟ غير محققة تماماً كبيت في جميع الأجهزة الكهربائية، بس ما في كهرباء البيت، كلها كتل، اسمها كتل بلاستيكية. بتجي الكهرباء كله اشتغل، الغسالة غسلت، والثلاجة بردت، والمروحة دارت. هذا التيار مقطوع. شوف بدقي معي شوي، إذا مقطوع ميلي واحد أو متر، مثل بعضهم ميلي أو متر، أضع التيار. فالإنسان يعني إذا كان بده ينحرم من الله لأسباب تافهة، لسهرة مختلطة، لدخل مشبوه مو معقول، أضحي بالآخرة بالجنة من أجل أشياء طفيفة. لذلك إخواننا الكرام، فيك نقطة دقيقة متعلقة بالصغائر والكبائر. أنا حقول أنت ماشي الطريق، عرضه 60 متر، 60 بالضبط، وعن يمين الطريق وادي سحيق، وعلى اليسار وادي سحيق، أنت ماشي بالوسط. ما هي الصغيرة؟ إذا المقود حركته سنتي واحد، سنتي، لو ثبتت السنتي وين المصير؟ على الوادي، بس مو رأسان، في شيء دقيقتين ثلاثة. ولو حركته 90 درجة ورجعته ما في شيء. لذلك ورد: لا صغيرة مع الإصرار تنقلب كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. من مع الله صلح. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله.
إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ورد ببعض الأشعار: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تعرض عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أخواننا الكرام، يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يفترقوا إلا على تلاوة سورة العصر. الله قال: والعصر. لماذا؟ لأنه والله ما قرأت بحياتي تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الحسن البصري. قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن فقال: والعصر. جواب القسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر، خاسر. لما يا ربي الخسارة؟ قال: لأن مضي الزمن وحده يستهلكه. يعني ولد بعد فترة مشي، فرحوا الأهل، بعدين قال بابا، بعدين حفظ الفاتحة، كل ما أجي أضيف بابا تعال سمع عمو الفاتحة. بعدين دخل الحضانة، دخل ابتدائي، دخل متوسط، دخل ثانوي، بعدين دخل جامعة، أخذ شهادة، يعني معه مبلغ بسيط، وأبوه عاونه، تزوج، عنده صار زوجة وأولاد، ثلاث بنات وصبي مثلا. الخط طالع 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 طالع، هل قلب وقف؟ الدم جمد، انتهى. بيرجع للصفر. رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أما المؤمن، والله لا أبالغ، خط البياني صاعد، صعود مستمر، والموت نقطة على هذا الخط الصاعد، صعود مستمر. الله وعده بالجنة، له عند الله شيء كثير جدا، وفي تطمين، في كرامات. لذلك إخواننا الكرام استقيموا. قال: ولن تحصوا. ولن تحصوا ماذا؟ الخيرات، سعادة سعادة، توفيق توفيق، مودة مع الأهل مودة، أولاد مربيين تمام، دخل مقبول بيغطي كل نفقاتك. إذا ما كان في فرق جوهري بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، يكون الدين مو دين الله عز وجل. إله كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أخواننا الكرام،
ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. يعني راقب نفسك، كلامك مطبق بحياتك؟ كلام سهل، كل إنسان يعمل واعي سهل بشكل. يا ترى مطبق كلامك ببيتك؟ بيتك إسلامي؟ علاقتك مع أهلك؟ بيم أنا مثل بسيط من دقة النفس، دخلت للبيت الساعة واحدة بالليل، قالت لك الوالدة أنا بدي هالدواء الله يرضى عليك، أنت تعبان الساعة واحدة بالليل، قلت لها كله مسكر هلا ما في حدا. هي خجلت وسكتت. أما أنت بتعرف في صيدليات مناوبة بالليل، فأنت بتحس إنه أنت ما أديت الواجب. لو فرضنا كنت بطل ورحت الدواء ما لقيته، بالحالتين الوالدة الدواء ما أخذته، بس أول مرة لا أقسم بنفسي بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. كمان اللوامة نعمة، في واحد ما عارفان شو عم يساوي، ما دام في لوم كمان حركة منيحة. الآن العنصر الثاني، زعمتم أنكم تحبون رسول الله ثم تركتم سنته. سؤال، النبي الكريم بالهجرة طبعاً وضع 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، 100 ناقة، والناقة مو سهلة يعني مثل مرسيدس هلا مثلاً، غالية جداً. سراقة طمع بال100 ناقة، تبعه دقيق. النبي قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ شو واحد ملاحق 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يعد سراقة بسوار كسرى، يعني أنا سأصل سالما وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم فارس وسأنتصر والغنائم سوف تأتي ولك منها سوار كسرى. هذا تاريخ، هي وقائع يا أخوان، والله موجود. الإله العظيم يلي نصر الصحابة موجود، والوعود قائمة، والوعود زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. هي مثال معنوياتنا. إياك أن تقول نحن انتهينا، لا ما انتهينا، هذه الأمة لا تموت لكنها تنام أحيانا. وكلام دقيق، إذا رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس، مع الأسف الشديد الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس، الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. هلا بدي اقول كلمه دقيقه مشان الشباب، يعني اذا الامه ما طبقت، هل الانسان شو ذنبه؟ نقول لك ايها المؤمن، هذا الدين عظمته دين فردي وجماعي، فردي وجماعي، يعني إن طبقته أنت وحدك، وحدك ما في غيرك، قطفت كل ثماره الفردية. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله فوق الظروف كلها. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الله وعدك بحياة طيبة، هي تلمسها في بيتك، في نفسك، في عملك، في راحتك النفسية، عندك استقرار، عندك محبة لله عز وجل،
لك معه هيك خط ساخن تدعوه في الليل يستجيب لك في النهار، الدين شيء جميل جدا. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته. لا بد من أن تؤمن بالله العظيم. والله العظيم كيف تؤمن به؟ الله ماذا قال؟ قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. الآن دققوا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يعني مثلاً التفكر في خلق السماوات والأرض أرقى عبادي على الإطلاق، أنا أسميها عبادة التفكر، لأنها تضعك وجهاً بوجه أمام عظمة الله. هذه العبادة. والله عز وجل ذكر آية أمر ينبغي أن تأتمر، وآية نهي ينبغي أن تنتهي، وذكر قصة ينبغي أن تتعظ، وإذا كان ذكر لك 1300 آية ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. أخواننا الكرام، الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني بيدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، وبينهما مية وستين ألف كيلومتر. دقق الآن. الآن في نجم بالعقرب اسمه قلب العقرب، في مجرات، أحد مجرات العقرب، قلب العقرب، هذا النجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وبينهما 156 مليون كيلومتر، وفي نجم ببرج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بدأ موقف حاسم، بدأ إرادة صادقة، بدأ تفتح مع الله صفحة جديدة. من الآن افتح مع الله صفحة وناجي بالليل. إذا ما بتقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة. ألا تحب السعادة؟ ألا تحب التفوق؟ ألا تحب تكون بيتك إسلامي، عندك زوجة وأولاد، كل طلباتك محققة عند الله عز وجل؟ والله مر النبي الكريم أردف سعداً خلفه على الدابة، أنا ما بنسى الحديث، قال له: يا سعد، ما حق الله على عبادك؟ فقال: أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً. يا سعد، ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً. ثم سأله: يا سعد، ما حق العباد على الله؟ اسمعوا يا شباب، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. معك حق من الله، الله ضمن لك تكون حياتك سعيدة، ماذا تنتظر؟ من الأشياء اللي بتحير: قرأتم القرآن ولم تعملوا به. أنت ما بتقرأ القرآن؟ سؤال من حين لآخر، هل الآية مطبقة أنا؟
ما الموقف أمام الله عز وجل؟ ماذا فعلت بهذه الآية؟ يا ترى السلوك وفق منهج الله؟ أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها؟ كلها سلبيات في حياتنا. قلتم إن الشيطان لكم عدو فوافقتموه، قلتم إن النار حق فلم تهربوا منها، قلتم إن الموت حق لم تستعدوا له، انتبهتم من النوم. يعني من السنة إخواننا الكرام الإنسان لما بيستيقظ شو في دعاء؟ في دعاء لطيف بيعلمك أشياء كثيرة. الحمد لله الذي رد إلي روحي، وقف وعافاني في بدني، صلى وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي مد لي في أجلي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره.